بالراحة يا سعاد بالراحة. حاضر يا بدران، أنا هعمل إيه؟ أنا هغير لك على الجد. الله، قول لي يا بدران، عملت إيه بقى في الموضوع اللي كلمتك فيه؟ بفكر. نعم، أنت لسه هتفكر؟ يا بدران حرام عليك، ده أنا بطني قربت تبان وهتفضح قدام الناس كلها. ما أعمل لك يا سعاد، ما أنت جالي بلوى برضه. ما هو غصب عني يا بدران. غصب عنك؟ ليه؟ وانا كنت ضحكت عليكي وخدتك في حته ضلمه، ما كله كان برضاكي. اللي حصل حصل. حصل اسود. طب ما خلصتيش من بره بره ليه؟ دي شك الدبوس، وان كان على قرشينات انا اقوم معاكي بالواجب وبخصمه من ماهيتك. انا رحت عند الدكتور. قال لي لو عملت العمليه دي فيها خطر على حياتك. يبقى مش دكتور. من بكره هروح ارفع عليه قضيه واشتكيه النقابه. خطر على حياتك؟ ده لو ما عملهاش يبقى خطر على حياتي انا، ولا عشان بخت اهلي انا الاسود؟ يا بدران حرام عليك، اهلي ناس غلاب، لو عرفوا حاجه زي كده ممكن يروحوا فيها. كمان طلع لك اهلي، دي حلوت على الاخر. دبرني يا اخويا، انا مش عارفه اعمل ايه. يا ريتني كنت اخوك دلوقتي. يا ريتك كنت اخويا، وبعد اللي عملته خلاص دلوقتي خلاص. اسمع يا بت، ما تجيش هنا تاني، ما عدتش عايز سكرتيرات. ايوه كده بان على حياتك يا بدران. يعني انت مش عايز تقف جنبي؟ لا. طب والله يا بدران هفضحك قدام الناس كلها واقول كل حاجه. سعاد كده يا سعاد تفهميني غلط وانا مجروح. اخص عليك. اقعدي يا سعاد، اقعدي لو سمحت، اقعدي عشان انا تعبان. انا قصدي انت في اجازه مفتوحه على الاخر عشان تريحي وعشان لبطنك، ومهيتك ماشيه زي ما هي عشان تتغذي وتتقوتي، مش عشانك انما عشان ابني. بس ليه تسلم الورق اللي عندك؟ عشان ده بتاع ناس ملناش فيه. واتفضلي يا ستي، مهيت شهر قدام عشان تعرفي قد ايه انا بحبك. بس هخصم 200 جنيه عربون اتعاب القضيه اللي هرفعها على الدكتور. قومي قومي، تعالي في حضني يا ام ابني. يا ترى سميتيه ولا سمه انا؟ اسميه انا. والمصحف ما قلت حاجه ولا اتكلمت ولا جبت سيره حد، والمصحف ما قلت حاجه. ما تخافش، انا عارفك طول عمرك راجل وجدع، خايف ليه؟ خد مخمخ اشرب ولعنا. ارد عليك عم الشيخ. صدق
معلم النوح كبير الصحراء، جماله حفظها شبر شبر، واسمه عندنا زي الجنيه الذهب. ابنه براءة أشقى خطر في المنطقة وأسرع موزع في السوق، واسمه مكتوب بالحبر السري عند الداخلية لغاية دلوقتي. معلم أبو سنة، يا جمالك يا معلم يا خال، يا كبير الكبار، يا أمير الأمراء، يا مكيف الكيف، يا أصل الدويقة ومنشية ناصر، صيتك من الصعيد لغاية هنا. خميس أبو سنة أفندينا، رنس المزاج، أبو الرجال، وكفه معلم على وش اللي ما يتسموش. خلاصة الكلام يا رجالة، الفرقة خطر والمصلحة تحكم. قبل ما تكمل يا باشا، الحكاية أصلها الدم، والدم أصله غدر. دي ما تسويش دي يا أبو سنة. الموت أهون يا نوح. أيوة بس لما يبقى القتيل ده ابنك ولا أخوك، الكلام هنا يفرق أوي يا معلم أبو سنة. جرى يا رجالة، احنا مش جايين نقلب في الدفاتر ونصفي حسابات، اللي فات مات، كفايه عليك يا نوح بضاعتك اللي راحت، والراجل بتاعك اللي الحكومه مسكته قعدت تعصر فيه عشان يقر، الله اعلم خلصتك منه ازاي. وانت يا ابو سنه، بضاعتك بدات تشح في السوق، هتنكشف، والشغل الشعبي ما بقاش يليق بافندينا. شوفوا يا رجاله، كلنا عارفين قانون اللعبه كويس، اللي هيورب سنة هيقع، عشان كده لازم نركز ونشوف مصلحتنا، واللي مش عايز ما يلزمناش. السوق زي ما ليه ايد بتدي، ليه سنان بتعض ورجلين بتفرم وتخلص. ربنا يا رب يعوضنا على البضاعة اللي راحت، وإذا كانت الخسارة على قد الفلوس ما يهمنيش، إنما الخسارة اللي لا يمكن أسكت عليها أبداً هي خسارة الرجالة. ربنا يديم علينا نعمة اللمة بتاعتنا، نعرف فاتحة على المرحوم. آمين آمين آمين. فاتحة عهد، والعهد سيف على رقاب الكل. بس أنا مزنوق في سؤال كده يا باشا. فك نفسك وقول يا أبو سنة. هو مين المرحوم؟ مرحوم يبقى الدار اللي بيننا وبينهم يا خال. سعيكم مشكور يا رجاله. استنى انت يا خميس. عايزك. اسر باشا، اسر باشا. ايه في ايه مال؟ مصيبة. طب خد نفسك كده وقول لدوه في ايه؟ الواد اللي اتمسك امبارح في الكمين ماله؟ قتلوه. ايه؟ قتلوه؟ العمروتي ده طول عمره داهية، يعرف ازاي يكسب اللي قصاده. قري خميس من اول سطر وعرف ازاي يجيب، بس افندينا مش ساهل. انا مش فاهم حاجة، انت مبسوطة ولا زعلانة ولا قلقانة ولا ايه بالظبط؟ خميس رجع السوق تاني، وقعدته مع العمروتي هتقوي قلبه وتخليه ما يهموش حاجة. ما انت لسه قايلة يا حاجة ابنك مش سهل. طبعا ابني، هيجيبه منين؟ ربنا يخليهولي. لا بالحق يا حاجة، البضاعة اتصبرت في الصعيد والرجالة جاهزة، أنا حضرت الفلوس وإن شاء الله هنزل عشان أخلص فيها. مش لوحدك يا أبو سنة. طبعا الرجالة معايا، ولا عايزة كلام؟ لا، القصد إن خميس يروح يسلم ويستلم. خميس؟ أفندين؟ وماله؟ واحد
يا سلام، مصر بتبقى حلوة قوي بالليلة خميس، تحس إن كلها بتاعتك ومحطوطة في جيبك، تحس إنك راكب فرس وماسك اللجام كويس. مالك يا خميس؟ مفيش يا باشا، بس انت قلت لي عايزك وجينا وبقالك ساعة ما تتكلم عن مصر حلوة ومصر جميلة ما انا عارفها. انا متابعك من زمان يا خميس، دخلت دماغي وانا صعب قوي حد يدخل دماغي، من وانت صغير وانا مراقبك وعجبتني لان ليك كرامات مع الحكومة، واللي عجبني اكتر ان انت رميت عمرك ورا ظهرك ورحت تطالب بحقك وقتلت غريب وسط الحكومة. خيانة تمنها الموت. في السنين اللي فاتت خميس السوق اتغير، ناس كتير اتحرقت، انا كنت مستنيك، انت خلاص اديت الحكومة حقها، ناخد حقنا بقى. لا يا باشا، بس انا يا دوب لسه خارج بتفرج على الدنيا من بره، ما عنديش نية اغرس تاني. كيف ما بقاش المزاج خلاص يا خميس؟ بس انا يا بيت العمر بتاع مزاج، من وانا عيل صغير قد كده وانا بتاع مزاج، وبحب وبشتغل بمزاج، وزبايني كلهم بتوع مزاج، ناس رايقة ما عندهمش مشاكل ولا ليهم في الدوشة ولا حتى لخبطة الكيمياء. الناس اتطحنت يا خميس، بقت عايشة في دوامة. الطحنة دي خلصت على اللي في جيوبهم وخلصت على صحتهم. بقى الزبون من دول يدور على نص برشامة عشان يونون، واللي معاه قرش ما يلزموش البني خلاص. بقى بيدور على خطين أبيض مخلوط عشان يسافر. زمن المزاج ولا يا خميس؟ أنت عايز مني إيه بالظبط يا باشا؟ أنا اصطفيتك يا خميس، أخليك كبير السوق. إيه بيه، بس أنا لما وقعت أنت سبتني أغرق. عيب عليك تقول كده يا خميس، أنا حاطط عيني عليك حتى قبل ما تخش السجن. أمال مين اللي غير الحرز بتاع البضاعة قبل ما تروح المعمل الجنائي؟ مين اللي جاب شهود نفي وخلى تحريات المباحث تقول ان ما كانش عندك نيه تقتل غريب؟ مين اللي ضغط على نوح وقال له ما يتهمكش بقتل ابنه ويحضر المحاكمه بتاعتك كلها من غير شوشره؟ كل اللي انا عملته ده يا خميس خلاك تاخد 7 سنين بس، وانقذت رقبتك من حبل المشتبه. والحقيقه ان بدران ما كذبش خبر، نفذ كل اللي قلته له بالحرف الواحد. شفت بقى انت ظالمني ازاي يا خميس؟ بدران، فيها مصر. يا استاذ انا مش هين عليا اشوفك كده بصراحه، انت ياما وقفت جنبي، اديني لا مؤاخذه فرصه ارد لك المعروف. معروف؟ ايوه، انت ياما حامدني يا اخويا من ايد الحكومه ومقالبها. الله، ما ترجع الحريم دي المخزن وروح انت نام انت كمان، او روح اقلبوا عشكوا معايا زبون تاني ولا سوق نايم. السوق نايم، ده الكون كله نايم. خلاص يا اخويا، الرجاله ما بقاش ليها مزاج. اسالني انا. بقول لك ايه، انا بقى هسوقك واروقك، اقوم اعمل لك فنجان قهوه من اللي بيخلي الرجاله يجوا هنا على ملا وشهم، قهوه ام سامية. حتى القهوه مش عتقاها يا ام سامية، ما هم بدأوا يقلوا. استلمي، افتح الباب يا واد، يا حركات يا اختي، متداري في اني خن. حاضر حاضر. أمر يا بلدينا. أستاذ بدران ساكن هنا؟ أيوه. أمال أنت مين؟ أنت اللي مين؟ طب أستاذ بدران فين؟ سي بدران جوه. طب قول لي اللي بره.
طب ثواني. استنى استنى. خليك انت عروسة. أفندينا؟ أنا ولا ياكل معايا الكلام ده. أنا لا يخصني عمروتي ولا أبو سنة. أنا مش موصوف لي في الليلة دي كلها يا حاج إلا خميس. يا رب ما تعليش صوتك أمار. لكن أنا مش متجعجع والصدر المكشوف. الله، العمروتي حط سيفه على رقاب الكل اللي هيتحرك تحته هيقابل رب كريم. على نفسه. أنا ما يهمنيش يا حاج. أنا عارف نفسي. كده كده ميت. طب اسمعني يا عم الميت. اسمعني. فرص جايه كتير والطار باين وعزامه تاخدش والفاتحه مردوده بس السكه تفك والدنيا تسلك ونلاقي له مقتل نضربه فيه. ايوه لو ان انا مش حمل تلات ايام اصومهم. يعني عايزني اعمل ايه يا حاج؟ احط جزمه قديمه في بقي واسكت؟ اي ضربه هنضربها له دلوقتي هتبقى زي القرش البراني، لو رميتها هترد في وشك. انما اللي هنا محدش يقدر يوصل له. ساعتها هتبقى اضيب صحيح. امرك يا معلم. امرك انت والباشا. اتكلي الاحمر. ما تفتحها بيت. ماي شبرا ماشي. عاجبك كده والنبي يا معلم طريقته معايا كده على طول. غبي زي امه، اعمل له ايه؟ ما علينا. طورني يا معلم. روح هاتي لي فحم. من عيني. بس على مهلك وانت ماشي. حاضر. يا بنت على مهلك. غبي زي امه. العاشق المتيم بالعيون الملط بيضون. وايه اللي جابك السعادي؟ انا قلت برضو لازم كلامنا يكون ما بين اربع حيطان وباب وشباك مقفول علينا. مش في محل اكل عيش ببانه مفندقه وخرامه اكتر من كوالينه. ملط يا بيضون، انا رمانه اللي فرطت الدنيا في كف ايديها واللي هدومها شاطت من مرمطه الايام، مش هتيجي دلوقتي وتلعب عليا لعبه قديمه زيتي. ايه الساونه اللي انت خارجه منها دي؟ اقفلي السخن وافتحي الساقع شويه، خلينا الركل سنولك كلمتين. انا جاي لك بالمفيد. ما انت قلت لي المفيد وانا رديت وتفتي لسه على خدك. تفتك دي وسام على صدري وانا ضميتها لدلاب الذكريات وكتبت عليها اهداء من رمانه الى المناضل الوطني الملطي بيضون. باشا ما تلقيش. نعم امال ليه قلت لي؟ بس ممكن في اي وقت يطلبك. انا عارف ان انت مش على هواه اليومين دول وهو كمان مش على هواكي، بس ممكن في اي لحظه يهف الشوق، ساعتها لا انا ولا انت هنقدر نناضل ضده ولا نقول له ما ينفعش. وانا استحاله اقول له ينفع. يبقى انت كده بتسوري على النظام القديم وساعتها مش هيبقى قدامي غير حل واحد. ايه روح امك الكلام الكبير اللي عمال تقوله ده؟ انت صدقت البرنيطه اللي على دماغك دي هتعمل لي فيها يا اخويا بتاع سياسه؟ ده انت يا دوبك بتفك الخط. وبعدين حل ايه؟ جت حل وسطى. انك تعتصمي وقبل ما تعتصمي ترش على وشك شويه ميه نار، يمكن الباشا يتعاطف معاكي وساعتها هينفذ لك مطالبك الفئويه. تعالى بقى اوريك مطالبي الفئويه يا ابن روحيه. ما يصحش كده يا نجم. عيب. اتفضل. ايه ده ايه ده بتعملي ايه؟ ادي هدوم الباشا بتاعك، الضرفه اللي عامله زي السجان في بيتي، انا خلاص خدت منها افراج واحمد ربنا ان خميس ما شافهاش، عشان انت عارف كويس لو كان شافها كان ممكن يعمل في الكل ايه. اهدي على نفسك لا يطقلك عرق مصر عايزاكي. يلا خد الزباله دي وغوم. ماشي ماشي انا هاخدها واضمها في دلاب الذكريات، يمكن يحصل لك انقلاب داخلي وترجعي لعقلك. تصدقي الحته حلوه؟ ازاي يا فندينا ما شمهاش؟ والمصحف لصوت ولم عليك الخل. يلا غور يا ابن الكلب. دج يعني رمز الوفاء والاخلاص، يعني الملط بيضون. سلام يا نجمه. يا
عجلت العمروتي. انسى بقى السيرة دي يا خميس، ده القانون يا ريس، هو يقول، انما انا لا. وانت سيد اللي عارفين، بعدين في الاخر كله كان عشان مصلحتك. كله طلع شمال. اولاد الرفضي لو ايه، كل الشمال منفذ على بعضه. عسل اسود. 95 اللي يشوفك ولا يصليش على حضرة النبي. الله اكبر، الليلة ليلة عيد. قوم يا بنتي اللي شبه دكر البط انت. الله يا اختي، الله اكبر، منورنا ومكترنا والله. ومالك عليا حلفان، الود ود يذبحنا البت من البنات. ما تعملوا حركة يا ولاية. الله. اتفضل يا فندينا. وانت تعرف العمروت يا مدرن؟ يلا بنروح يا خميس. جثتي انما غصب اعمل ما بدالك. انا طول عمري عايش معاكي غصب، نفسي مره يبقى بمزاجك. انا مش طايق العيشه دي. ده وضع مفروض علينا وانت عارف كده كويس. وانا محرماك على نفسي. مش مقصر يا مطر، مش مقصر. لا انا بعمل كل اللي اقدر عليه عشان اخطر اخويا، لكن زي ما انت شايف الدنيا معايا ملخبطه على الاخر، كلها متلعبكه. يكون الكلب بسبع ارواح. أنا عارفة إنك مش ناسي دار أخوك وإنك بتحبه قد ما أنا بحبه. بتحبيه؟ قوليها يا مطرة. أنا عارف، أنا عارف إنك لسه بتحبي الغريب، بشوفها في عينيكي حتى وإحنا غصب عني. بالعكس يا مطرة، حبك لغريب هو اللي مخليني لسه باقي عليكي. وكان يعني على حبة النرفزة ولا ايدي اللي بتطول عليكي. معلش، دول يا دوب حلاوة روح فشغل مش اكتر. صباح على خير يا مطرة. Mm-hmm.
ابو سنة هتحرقنا. وده ايه ده اصله ان شاء الله؟ ما تخليكي في حواجبك يا شوق. وانا كنت بنتفهم لمين بقى ان شاء الله؟ طب ادي ام القط وادي المرايه وان شاء الله يطلع حاجب ارفع من حاجب. اما اشوف اخرتها ايه معاك يا ابو سنه النهارده. ايه يا شوق؟ يعني بلاش اخد ودي مع نفسي شويه؟ يا راجل خد مني واديني، معايا البال يروق وترتاح. مش باين لها راحه شوق. ليه يا حبيبي؟ فضفض وقول مالك. ماشي فضفض ترتاح نتقاسم. مش هي دي قسمة الحق؟ كل الحكاية ان انا مزاجي مش رايق الليلة شوية بقى. ده كلام يتقال برضو؟ ده انت كده تتضرب في السوق. ده انت المعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله. معلم وسيد المعلمين كمان. ولا انت زعلان ان خميس هيطلع معاك الطلعه بتاعت الصعيد؟ يا شوق انت من امتى بتدخلي مناخيرك في حاجه تخصنا؟ وبعدين هزعل ليه يعني عشان خميس اطلع معاه مشوار الصعيد؟ ما في الاخر مصلحه واحده. برضه ما تاخذنيش يا معلم في اللي انا هقوله، بس الصراحه المصلحه فلتت من تحت باطك ونطت في عبء افنديك. شوق ده زيت في دقيق ملكش انك انت تخش فيه. وبدل ما انت ماسكه شنيور وعماله تنخوري في نافوخي، قومي طري القعده، اعملي حاجه، ازلك هزتين، هاتي حاجه تشرم اللي بتلطش وتطري الدماغ دي، ولا نسيتي زمان؟ لا انسى ايه؟ بس احنا في انصاص الليالي يا راجل، عايز تفرج علينا الناس؟ هي طلبت بقى، طلبت للمعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله. قوم يا بيت. حاضر هقوم، بس بالراحه عليا جسمي بيعلم. ما يعلم، مش انا المعلم؟ ها لازم اعلم. قوم يا بيت. قومي. يا حبيبتي حالة من الملل والزهق وقلة المزاج، ده ملخص الوضع اللي أنا فيه. إيه يا حبيبتي بجد؟ راجعة؟ أخيراً عرفت إن ليكي أب بيحبك ومحتاج لك. طب مع السلامة يا حبيبتي، هسجلي مكالمة شغل. يا مساء المزاج الرايق على عيونك. أنا بسأل نفسي أنا مش مبسوط النهاردة ليه؟ عشان اتأخرت على عمروتي بيه. جيت في وقتك يا مال. ليلة لذيذة وهنية وبالبنات محشية. هلو. ايه الكلام ده؟ أمرني، أنا هنا عشان تأمرني. تعرفوا تعملوا مساج يا بنات؟ أكيد، إحنا نعرف نعمل. ده سؤال سعادتك؟ اللي قدام سعادتك دول المارينز الوطني، عندهم القدرة على اقتحام الهدف في 5 ثواني. سعادتك ادي إشارة البدء وهم يقتحموا على طول. طب انصرف انت يا ملط وبعدي خد الفارغ. مساج الخير على عيونك. استنى يا ملط، غيرت رأيي. وقف هنا صدر الخاتم وغني لي امونه وانا بتعمل لي مساج. انا سعدت.
بعت لها جواب أمونة ما ردتش عليا أمونة إيه الأسباب على كيفك وعلى كيفك وإن شاء الله ما ربيتي عليا أمونة أمونة إيه الأسباب أمونة على جواب إن شاء الله السلام عليكم. اهلا 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 معلم خميس، نورت القهوه. ازيك يا شلوف؟ الله يخليك يا ريس. معلم واحد سال عليك جوه. واحد مين؟ ما اعرفوش يا معلم، سال عليك ودخل قاعد جوه لوحده، هتلاقيه قاعد على اليمين عند الرجاله. استنى ما نشوف الحوار ايه اللي تشوفه معلم. ما تشوفش ورايا. تسلوا تسلوا اقعد تسلوا تسلوا. ازيك يا فندينا؟ سعادتي باشا، نور يا باشا، اتفضل. مع السلامة يا فندينا. قهوة كوارع. على عيني حاضر. قهوة مظبوط على مية ساعة. ايه الطلة الغريبة دي يا باشا؟ أبدا. لقيت مزاجي مش رايق قلت اجي اظبطه انا. اهلا اهلا اهلا. قالوا لي انك سالت عليا. قال ما استغناش عنك ابدا يا فندم. طب ايه؟ بيجيب حجر، طاوله، دومينو، سيجارتين. سيجارتين نظبط بيهم دماغنا عشان الحكايه اللي هكلمك فيها. سيجارتين ملفوفين. الشقاوة دي يا باشا. مش معقولة طبعا أفندينا هيغلب في إنه يجيب لنا سيجارتين ملفوفين. يا سربيه، أنت جاي هنا عند أفندينا في منطقته وعزوته وسط ناسه، وأنت طبعا راكن البوكس بعيد. أنت فاكر إن أنا جاي لحد هنا عشان ألبسك قضية؟ أقعد يا فندينا. اقعد يا شاه، كان ما بتقدرش بحد. اقعد. يتوب علينا ربنا. والله العظيم جاي عايز اشرب معاك سيجارتين. ما بشيلوش. قول لي ان مفيش، اتصرف، مش كيميا يعني. يا مغاوري، خش لي القهوة. تبعت تجيب من المكتب ولا ايه يا باشا؟ لا حلوه انواع مفتخره. مستغربني صح؟ لا خالص، انا بس يعني اخر حاجه تخيلها الليله دي ان اشوف جنابك. عمر يا باشا. مغاول السواق بتاعي حكومه يعني عادي، واد غلبان من الغلابه الكتير اللي محشورين في الدنيا بالزق. تعال مغاوري، تعال قرب، وريني معاك ايه. هو في سعادتك يا باشا؟ انا هعرف. هو في ايه يا باشا؟ ما معيش حاجه يا باشا، ما معيش حاجه يا باشا. سعادتك يا باشا، ده اللي انا قلت لسعادتك عليه. تمام يا باشا. مغاوري عمر يا باشا، انده على كوارع، خليه يسليك شايف العربية. بعد إذن الباشا، بعد إذن الجنابك. عشان الدماغ تعلى، ويتوب علينا ربنا. الله يبارك لك يا باشا. غلابة. شايف الحباية دي يا خميس؟ هي دي اللي أنا بحاربها. أنا ماليش في السلك الأوجه. أنت عارف الكلام ده كويس. على الله تصمد للآخر يا خميس. اشمعنى انا يا باشا اللي جاي تقول لي الكلام ده دلوقتي؟ لان انا كان كل همي اللي جوه جيب مغاوري، وانت كان كل همك تظبط مزاج مغاوري. انا بصيت لجيبه وانت قريت دماغه، عشان كده انا محتاج للي زيك يا خميس يبقى جنبي ويكمل اللي ناقص فيا. حط ايدك في ايدي يا خميس،
نحارب بتوعهم كامل اللي خاربين دماغ شباب البلد دول. نحارب أي حاجة تخرب دماغ شباب مصر. ونقرا الفاتحة كمان على الحرب دي. الحشيش برا الحرب دي يا باشا. ايه؟ ايه؟ نقرا ولا ايه؟